الدجال هو المسيح، مسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة. وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيراً نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله، ويحصل منه فتنة عظيمة ويجول في البلاد، وما من بلد لا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ما يبقى فيها إلا أهل الإيمان، لأنها ترجف، المدينة ترجف، فيخرج منها كل منافق ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق إذا جاء الدجال. ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين، يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين الإسلام، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم بينما هم كذلك ظهرت يأجوج ومأجوج، ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل، فيأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، يأمر الله عيسى بأن يحرز المسلمين إلى الطور، ويقول إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، فيحرز المسلمين إلى الطور ويعيثون في الأرض فسادا، ويذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام. ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم، فيفرج الله للمسلمين لذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصار. فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال لأنه تواترت الأدلة، بل الأحاديث بلغت حد التواتر في ظهوره، فلا بد أنه يخرج.